بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق جل جلاله في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إنها وصية الله للأولين والآخرين، إنها التقوى. التقوى الذي هي جماع كل خير ومنبع كل فضيلة وأصل كل فلاح. التقوى أن تحذر وتتقي وتصون نفسك عن كل ما يؤذيك في آخرتك في دينك. وقد أمر الله عز وجل بحق التقوى، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يعبد فلا يعبد سواه، وأن يشكر فلا يكفر. ومن حق التقوى أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الحق جل جلاله: واتقوا الله ما استطعتم. وفسر بعضهم حق التقوى فقال: هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة في عشرات المواضع، وأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالتقوى في عشرات الأحاديث النبوية، وبين ربنا جل جلاله ثمار التقوى. فمن ثمار التقوى يا عباد الله أن معية الله مع أهل التقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمار التقوى أن التقوى سبب لنيل محبة الله، قال الله تعالى: والله يحب المتقين.
ومن ثمار التقوى أنها سبب لتفريج الكربات والزيادة في الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمار التقوى أنها سبب لتيسير كل عسير. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمار التقوى أنها تورث البصيرة في الدين، وأن المتقي يجعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. ومن ثمار التقوى يا عباد الله أنها سبب للنجاة وعبور الصراط والفوز بالجنة. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وذلك بعد أن قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها. الورود على الصراط. وإن منكم إلا واردها أي نار جهنم، لأن على متن جهنم جسر أحد من السيف وأدق من الشعرة. يسير الناس من هذه الأمة ومن مؤمني الأمم السابقة على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يزحف زحفا وعلى جنبتي الصراط كلاليب. فهذا ناج مسلم، وذاك مخدوش مسلم، وذاك مأخوذ مكردس في نار جهنم عياذا بالله. فربنا عز وجل يبين أن أهل التقوى هم أهل النجاة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى من أسباب الخلاص من كيد الأعداء ومكرهم. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذا أردت أن تكون من أولياء الله فعليك بتقوى الله يا مسلم يا عبد الله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وثمار التقوى يا عباد الله كثيرة وكثيرة جدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في دعائه أن يرزقه التقوى وهو سيد المتقين، فهو أتقى من مشى فوق الأرض وتحت أديم السماء. ولهذا قال للصحابة الذين أرادوا أن يزيدوا فوق الحد المشروع في الطاعة والتقرب إلى الله: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالتقوى يا عباد الله لا يستغني عنها العبد طرفة عين، هي شعاره ودثاره. ينبغي أن يلازم العبد التقوى كما يلازم اللباس صاحبه، أو كما تلازم الروح الجسد. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا ممن يتقون الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ونسأل الله تعالى أن يرد العصاة الذين شردوا من الله شرود البعير من أهله، أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يلزمهم كلمة التقوى ليستقيموا في دنياهم على دينهم، وليكتب لنا ولهم الفوز والنجاة والسعادة الأبدية وصحبة الأخيار، صحبة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخذوا بالتقوى ولم يجعلوها شعارا ولم تكن شعارا لهم كحال أكثر المسلمين مع بعدهم عن معانيها الحقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. The Sheikh Abu Anas Muhammad Musa Masad Habibah Allah, after mentioning the speech of the knee, praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying salat and salam on the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said that Allah subhanahu wa ta'ala says what means, and surely we have counseled those who have been given the book before you and yourselves that you should be pious, that you should have piety towards Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said that this advice is the advice of Allah subhanahu wa ta'ala to the former and to the latter people. This advice is the one that will achieve success for you. And taqwa or piety is for you to be aware and to be shying away from anything that harms you in your religion or in your next life, your akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ordered the believers to fear Him the way He is deserving, subhanahu wa ta'ala. And He subhanahu wa ta'ala is deserving to be feared and to for us to be mindful of Him subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said that this means to fear Allah subhanahu wa ta'ala as He should be feared. It means that He must be remembered subhanahu wa ta'ala and never forgotten, and that He must be worshipped, and none should be worshipped other than Him subhanahu wa ta'ala. And also that we should show gratitude towards Him subhanahu wa ta'ala and never be ungrateful to Him. The Sheikh said also part of fearing Allah as He is deserving is to fear Him subhanahu wa ta'ala according to our ability, as Allah subhanahu wa ta'ala said, ordering the believers to fear Allah as much as they are able to. The Sheikh said that also at-taqwa, the word at-taqwa or piety, was explained as the fear, being fearful of the great subhanahu wa ta'ala, and to act upon what Allah subhanahu wa ta'ala sent down, to act upon the revelation, to apply it, and also to prepare yourself for the day of judgment.
The Sheikh said that Allah subhanahu wa ta'ala ordered the believers to have piety in many ayat, and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam also in many ahadith. And taqwa or piety has a lot of benefits. One of the benefits is to be with Allah, to have the support with Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala said, what means surely Allah is with those who are pious, those who have piety, and those who are doers of good. Also, one of the benefits of piety is attaining the love of Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala says, what means surely Allah loves those who are pious. Also, piety will by the will of Allah, increase your provision and repel away from you problems, distresses, and calamities. As Allah subhanahu wa ta'ala says, what means, and whoever is pious, the one who has piety towards Allah, Allah will make a way for him that is out of trouble, and He will provide for him from areas which he never expected. Also, the Sheikh said that the taqwa, one of the benefits of it is that it is a cause leading to making easy everything that is hard. As Allah subhanahu wa ta'ala said, the one who has piety, Allah subhanahu wa ta'ala will make easy for him his affairs. Also, at taqwa, the Sheikh said, will bring you or will inherit you insight, and it will give you a criterion by which you will be able to distinguish between truth and falsehood. As Allah subhanahu wa ta'ala said to the believers, if you are pious, if you have piety, then Allah will make for you or will grant you a criterion by which you can differentiate between truth and falsehood. Also, the Sheikh said that one of the benefits of a taqwa is that you will be saved when you are passing on the bridge on the day of judgment. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the bridge over the fire, and He said that everyone of the human beings will pass over that, and Allah subhanahu wa ta'ala then said that then we will save those who are pious, الَّذِينَ اتَّقَوْا, and we will leave the wrongdoers therein, that is in the hellfire. The Sheikh said that that bridge on the fire, it is sharper than a sword, and it is thinner than a hair, and the people will pass on it according to the good deeds that they used to do in this life. Some of them will go very fast on it, as fast as a wind. Some of them will be crawling, and there are hooks on that bridge that will be pulling the people. Some people will be saved completely, some people will be wounded, and some people will be pulled down to the fire. وَلَيَعْذُ بِاللَّهِ. At-taqwa, having piety, will save you from that. Also, at-taqwa is one of the means by which Allah subhanahu wa ta'ala saved the Muslims from the evil plotting of their enemy and their treachery. Allah subhanahu wa ta'ala says what means, and if you are patient, and if you have piety, then the evil plotting that they have against you will not harm you in the least, or will not harm you at all. Also, the pious people, they will not fear on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says what means, surely the patrons of Allah, there is no fear for them. They will not grieve those who believe and used to be pious. The Sheikh said that the fruits and the benefits of piety are so many, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to be the master and the leader of the pious ones. Yet he used to ask Allah subhanahu wa ta'ala for taqwa in his dua. He told the people who wanted to go extreme in the religion, he told them, surely I am the most pious amongst you and the most fearful of Allah amongst you. But yet he, alayhi salatu wasalam, used to ask in his dua, saying, O Allah, I ask you guidance, and I ask you tuqa, I ask you piety, and ask you chastity, and I also ask you to be rich. Rasulullah sallallahu alayhi wa used to ask Allah subhanahu wa ta'ala, saying, O Allah, grant my soul its taqwa, its piety, and purify it. You are the best purifier. You are the patron of it, or you are the creator of it, and you are the one who will support it or will grant it support. So at taqwa, the Sheikh said, piety, none of the servants of Allah can do without it.
And therefore, the servant of Allah must stick to at-taqwa in all of his life, all of the time. He should stick to taqwa exactly as his soul is always accompanying him, and exactly as his clothes are clothing him and are accompanying him. And the Sheikh mentioned the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the libas that Allah has granted the children of Adam. Allah subhanahu wa ta'ala sent down upon them clothing by which they will clothe themselves, they will cover their shames. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the clothing of taqwa, the clothing of piety that is better, the clothing of taqwa that is better. And that is basically the summary of what the Sheikh said. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Inna al-haditha an al-taqwa ya ibadallah, tawilun wa tawil. ولكن المقام يقتضي الاختصار، فأقول إن التقوى ليس شعارا مرفع ولا يافطة تعلن ولا لباس يلبس في المناسبات. ينبغي أن تكون التقوى هي حديث نفسك، ينبغي أن تكون التقوى جزء لا يتجزأ من حياتك، ينبغي أن تكون تقياً حيثما كنت، ليس فقط في المسجد، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر، والخطاب للأمة جميعاً: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقي هو الذي يكون مع الأتقياء ولا يصاحب الفجار فيتعلم من فجورهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والتقوى مستقرها القلب وتظهر على الجوارح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، قالها ثلاثا وأشار إلى صدره. ذلك أن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح كالملك، إذا صلح صلح الجنود، وكذلك القلب إذا صلح صلحت الجوارح. فالقلب ملك الجوارح، لا تأتي بحركة إلا بإذنه وبأمره. ولهذا اجتهد الأنبياء على قلوب الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله في أعمالنا، أن نتقي الله في نوايانا، أن نتقي الله في قلوبنا، ألا ندخل إلى قلوبنا ما يفسد قلوبنا وبالتالي تفسد جوارحنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن